السلام عليكم في الجديد أمين بس لكم الصحة ديانا كتمنى الفيديو اللي يعجبكم ما تنسوا دائما دعمنا وأبوني وجيم كما كنتمنى دائما أن يكون ضيفة خفيفة على القلوب ديال المشاهدين والمشاهدات. ضيفة مرحب بها أينما حللتوا وارتحلتوا. أولا قبل كل شيء شكرا لكم على دعمكم وعلى تشجيعكم. شكرا لجميع الأصدقاء والصديقات اللي كيدعموني بطبيعة الحال وكيشجعوني. وانا نعمو في ديالي وما ان شاء الله يكون خرجها ولكن امشي فيها ان مكان او محلات تجارية متواجدة في مدينة طنجة لمنى. كتمنى يعجبكم الرضا ديالكم وقل اعجاب ديالكم. خليكم مع الفيديو مع الاختيار ديال الفيديو اللي كنتمنى يعجبكم الرضا ديالكم وقل اعجاب ديالكم. الجولة ديال اليوم ان شاء الله جولة كنتمنى تكون خفيفة على القلوب ديالكم. نزورو احدى المحلات التجارية او الاماكن الجميلة والرائعة بمدينة طنجة واللي كنتمنى عندنا الرضا ديالكم. وعلى العموم الجولة ديالنا تكون في المول المتواجد بمدينة طنجة واللي هو بالقرب من لاكار السكة دابا 24 افريال. على العموم كنا يعني في المول موجود جميع المحلات التجارية. اي حاجة قلبتوا عليها عاد تلقاوها سواء لي بارفان الاحذية الملابس سواء الرياضية او العصرية اطفال نساء رجال يعني جميع انواع الملابس اللي بغيتوها واللي عيعشقها القلب ديالكم الا عاد تكون متواجدة بهذا المول هذا. وبمناسبة الدخول المدرسي عاملين واحدة التخفيضات اللي هي خاصة هذا محل خاص بالملابس الرياضية وبعض الوسائل الرياضية اللي كنشوفو معايا بعض كنلقاو هاد الالات الوسائل المنزلية بحال التصفين كيعملو فيها يعني كنشوفوهم بالفاس الرياضية الاثمنة كتختلف يعني الثمن كيبقى مختلف ماشي يعني نفس الاثمنة وعلى حساب مثلا يعني رائعة فرنوم ب 11 درهم بطبيعة الحال يعني اللي هي عالية. نعملو جولة واحد ومن بعد يعني شرائية جولة في احترام المحلات التجارية من الديكور هنا يعني واحد على شكل بطاقة تاريخية كنتمنى يعجبكم ورضا ديالكم. حركة يعني اعتيادية دائما كيكون عمار في اي وقت مشيتي الا تلقى المول عمار. كاينه من 19 كاينه هاد الارضي كطلعوا الثاني وايضا الثالث اللي مخصص للاكل هنا على شكل ميني مارشي يعني واحد المارشي كنكتب الاسم ديالو انا ما بقيتش عاقل عليه. هنا محل بيت القرشي للعود والعطور الاثمنه يعني طبيعه الحال الانسان نحسب المقدورة الشرائية يعني اثمنة مرتفعة ما تقولش شي حاجة. كاينة 600 درهم 900 درهم كل واحد واللي بغاو. كاين ايضا 60 درهم و 50 درهم يعني على حساب اللي بغيتي وعلى حساب الثمن اللي كتحملو في الجيب ديالك. هذا هو المول ديال مدينة طنجة كما كتلاحظوه معايا. شاركت معكم وكنتمنى يعجبكم من الرضا ديالكم ونلقى الاعجاب ديالكم. لوحة فنية جميلة كيستحق طبيعة الحال الزيارة. وتالوافدين مدينة طنجة إلا بغاو يشريو شي حاجة أو لا فالمول هو واحد المكان يعني اللي مناسب ما تلفش تلقى كل شيء موجود قدامك اللي بغيتيه إلا وعاد تلقاه. وطبيعة الحال حتى الموديل أو الشكل اللي بغيتيه أو الثمن اللي قلبتي عليه يعني غادي تلقاه بطبيعة الحال. على العموم كلا أطلع عليكم وأخليكم مع الفيديو مع بعض الملابس كما كتشوفوا كحل معلقة إلا والثمن ديالها. هذا ديفاكسور كتلقى الحاجة كاينة ب 60 درهم كاينة 199 درهم كاينة 150 درهم 200 درهم 300 درهم يعني كاينة داكشي مختلف.
بطبيعة الحال ملي كتغسل الملابس، هذه هي الفريضات اللي عجبو ملك اونو هايلة، حمقوهم ان شاء الله دابا نرجع ونديهم من بعد. الثمن ديالها 249 درهم غير الفضة بوحديتها كما كتشوفوا. هادو هما الفليدات، يعني موديلات مزيونة الصراحة، واخا 299 درهم صراحة راه مرتفع الثمن، ولكن المهم يعني كتلقاهم كاليتي. هنا جويكطات الشتا راه ماجي البرد ضروري، من الجواكط سراول بوديات كيطمات برديلات، يعني داكشي صراحة رائع. حتى بالنسبة للملابس الصيفية عاملين فيها الصوت كما شوفوا معايا هنا، عاملين في هذا الصول لانه ملابس صيفيه صافي، يعني الناس ما يبقاوش يشتروهم. وليداكي حاليا كيشري الملابس الصيفيه، وفي الصيف كيشري الملابس الشتويه. عجبوني هاد التريكيوات هادو مزيونين. من بعد ان شاء الله غنرجع وانا اخد شي حاجه لراسي ونبني تاس كما كتشوفوا. هادو هما الملابس، كاين لي زاكسيسوار حتى هما كيكونوا متوفرين. المهم انا صور رجلي فيديو، ما عرفتش واش في الفيديو هذا اللي حاطه او فيديو واحد اخر. هذا بالنسبه للباس ديال الرجال باش ما يقولوش نسيناها، من سروال جين جويكطات مزيونين هما البوديات صراحه كيجيو سبور، اللي محبين السبور صراحه كيجيو مزيونين وكيعطيو واحد المنظر اللي هو مزيون. هادو ب60 درهم، 60 درهم على الثمن ديالهم مكتوب. هادو كاينين هاد الكتمات هادو كيما كتشوفو، يعني 199 درهم. كل يعني حاجة الا وكتلقى الثمن ديالها. على العموم باش ما نطولش عليكم وخليكم مع الفيديو مع الاسمنة اللي مكتوبة في الملابس. كنتمنى الفيديو ما عجبكم، الرضا ديالكم بقى الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دائما دعمونا وابوني وجيم كما كنتمنى دائما ان نكون ضيفة خفيفة على القلوب ديال المشاهدين والمشاهدات. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله وجولة اخرى ان شاء الله.